المغربية ما كاينش حالها. شوفي بان المغربية معلومة هي الحمد لله كتاخذ واحد يقولوا بلاصة ديالها وانا كيعجبني بزاف الافلام ديال النساء. انا فرحانة قلت هاد الهضره في هاد الميكروفونات كاملين، الفرحه اللي في قلبي اليوم لان غتكرم واحد السيده، واحد الاسم كبير في السينما المغربيه، هي مخرجه وكاتبه سيناريو من بين النساء الاوائل اللي خذوا هذه التجربه هذه، والنساء اللي عطاونا الا بغيتي تقولوا تقول الثقه اننا حنا كنساء نقدروا ندوزوا نعملوا هاد المهنه هذه اللي كانت حكر على الرجال. فرحانه غندخل نصفق عليها. فيلم ديال فريدة انا فرحانه به بزاف. انا مدعمه للمراه حيت مراه، وكنفرح للنجاحات ديال كاع النساء المغربيات وفرحانه ليه. انا فرحانه بزاف بالوجود ديالي في هذا النهار اللي مكرمه فيه مخرجه كبيره بحال مدام فريده، وفرحانه اكثر كيف ما قلت ان الفيلم ديال مدام فريده فيه لعبه مدام زكيه طاهري اللي هي المخرجه ديال العمل ديالي الجاي. سا ريبريزونت اون فيرتي، وهذه اقل حاجه نديروها في حق هاد السيده هذه اللي عطات بزاف في السينما المغربيه وتكرمات في بلدان اخرين، يعني اولى لها انها تكرم في بلادها، وفرحانه بزاف، وهذا ما يكون الا شرف لنا وشرف للفن المغربي عامه. ليله كبيره وليله مميزه كما قلتي، لانه اليوم غادي نكرموا انسانه عظيمه ومخرجه كبيره، وانا فرحانه باش نكون اليوم متواجده في هذا التكريم. انا جيت على قبل التكريم ديالها باش نشوفها حيت مخرجه كبيره مغربيه، وصافي بليزير نكون في هذا الفيستيفال ديال مراكش. البارح كان لو فيلم ديالي افديلينيو مع هشام عيوش، و المهم فرحانه بزاف بالتواجد ديالي في المهرجان. اولا انا فرحانه بالتواجد ديالي في لو فيستيفال ديال مراكش، اولا حيت ما كانش سانت لي الفرصه انني نحضر حيت كنت اون تورناج، وكان ضروري نخطف او موان اون جورني ولا دو باش نماركي لا بريزونس اونكور بلوس. انا جو سوي تري اونوري انني لا بريزونس ديالي لا كوينسيدي مع التكريم ديال لاله فريده بنيازي، وفرحانه ملي متواجده لوماج ديال السينما ماروكان، و سورتو انني اليوم غاتكرم فريده بليزيد اون رياليزاتريس كونو ماروكان و سكريبت رايتر اند بروديوسر اللي حنا فخورين بها بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.